كريم عليكم مشاهدينا من وين ما كنتوا تسمعونا. شو بسرعه صرنا بنهايه العشره الثانيه من شهر رمضان الكريم، اقتربنا من ليالي القدر المباركه. ربي يرزقنا ان شاء الله بيها احيائها ويتقبل طاعاتنا واعمالنا ويستجيب دعواتنا ويعيده علينا كل سنه وكل عام، والعراق ان شاء الله بالف الف خير. شلونك اليوم ابو علوش؟ الله يحفظك، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل المتابعين والمشاهدين. آمين. الله يسلمك، شلون صحتك اليوم؟ عافيتك؟ الحمد لله بخير. بعد ها اقتربنا من ورا نص رمضان. نعم. تعبت؟ شلون الاجواء؟ لا والله احنا نريد رمضان يخلص، رمضان بركه، رمضان الرزق. اي والله. العافيه ان شاء الله ينعاد على العراق بالخير والعافيه ان شاء الله. امين، الله يستجيب دعواتك ودعوات كل المسلمين. شو محضر لنا اليوم طبخات ابو علوش؟ والله اليوم احنا محضرين طبخات للفطور، محضرين تبس الدجاج بالفرن. حلو. وطبعا تمنا الباقله على اصول يعني الطريقه الاصليه مالتها راح ننزلها. ايوه. لان هواي يعانون من تمن الباقله. عندنا شوربه الكريمه راح نشتغلها، وراح نشتغل حلوه هي حلوه الشعريه بالفستق. حلو. واليوم عندنا عصير العنب الاسود. حلو، عاشت ايدك. انا شنو اليوم سالفتي؟ موضوع انت كلش تحبه. شنو؟ تحبه. شنو؟ صداقه. اها صداقه. متعه الصداقه والصديق. هي الصداقه بها غصه ترى. بها. اي مو اكو ناس محظوظه بها واكو ناس مثل الرزق. اي والله. خلينا نقول اليوم انه الصداقه هي علاقه تجمع بين شخصين او اكثر. اساسها يكون الاخلاص، الموده، المحبه، التفاهم، الثقه المتبادله. هاي العلاقه اللي اني اعتبرها، اني شخصيا اعتبرها كنز، اعتبرها ثروه، اعتبر الصديق والاصدقاء عشيره، اعتبرهم حزام ظهر، سند، عزوه، يعني كل المعاني الحلوه تحملها الصداقه. ان شاء الله اليوم راح نحكي عن هاي المفهوم العظيم بحياتنا، وننتظر اتصالاتكم. طبختنا اليوم، جهزوا ورقتكم وقلمكم، اتبعوا كل تعليمات الشيف ابو علوش، ونبدا باول خطوه اليوم ويانا. طبعا موضوع كلش يلامس الجميع، يعني يلامس البنات والشباب والكبار والصغار. الصداقه فد معنى كبير يعني. عافيه. ونياله اللي حصل له صديق وفي نياله. حلو. يعني هذا محظوظ. طبعا هي الصداقه مو بس صداقه الابو والام والعائله، مرات تلقى ابو ويا ابنه أصدقاء. يعني صح. ان شاء الله الله يحفظ الكل، وان شاء الله نتناقش بهذا الموضوع. وراح نبدا بطبختنا طبعا اليوم. قلت لكم الطبق الرئيسي هو تبس الدجاج، راح نشتغله بالفرن وتمن الباقله. حلو. بالبدايه حبايبي عندي هذا التبسي. أوكي. راح اصفط الخضار به. طبعا الخضار هو الفلفل الاخضر. هاي مقاديرها نزلت. اي خضار عندكم تحبوه تضيفوه. نعم. هاي مقادير التبسي، هي الخضار اللي مشكل، الدجاج، البهار اللي مشكل. وبطريقه سهله راح اشتغل لكم اياه. هذا سب البدايه، قاعد اضيف الخضار حتى نشتغل الدجاج. تحب شيف بهيك اطباق التبسي مثلا تحط؟ نعم. قرنبيط، تحط مثلا أي خضار، كوسه، اي خضار، جزر، اي خضار، قرع. اوقات اكو ناس بهاي تبسي، تبسي الدجاج، تبسي. نعم. مثلا لحم، تقلي الخضار، هاي كلها تقليها وبعدين تصفطها. نعم. انا اريد الخضار تنشوي ويا الدجاج. انا الدجاج ني ادي. اي. فالدجاج من راح ينشوي راح ينزل ميه وين؟ ودسمه. دسمه كلها على الخضار، راح اسوي له صلصه. راح يطلع مرقه ودجاج فوقها مشوي. كلش حلو. ماكو داعي لهذا الزيت الاضافي اللي يجي من التقلاص. هسه هذا عندي الببركه. اللي راح تعطيها لون كلش. نعم. حلو. عندي البهار مشكل. زين اكو ناس مو تقلي الخضار ما تقليها، اكو ناس الدجاج تسلقه. تسلقه وتحمره، بس هذا اطيب يصير. نص سلقه خلينا نقول. ايه. هذا اطيب يصير، ليش؟ لان راح يطلع عندي الدجاج مشوي، شوي كامل، مو صح. مسلوق، من تسلقي راح يفقد المونه مالته. تبقى سبحان الله. اي راح يطلع، تطلع المونه مالته، يعني طعمه كله راح يصير 50% الطعم مالته. كلش حبيت. هذا هسه البهار ضفته. بس اريد اسالك. نعم. هاي اخر شيء البهارات هاي؟ هاي البهارات كاري كركم، فلفل اسود، والبابريكا. اي تستخدم اوقات دارسين شوي مطحون؟ دارسين ما انا ما استخدمه بالشوي، لان الدارسين دائما نستخدمه بال سمكه بالتشريبه. يعني بالتشريبه. حلو.
هذا هسه راح اصفته هيجي، ونفس الطاسه راح اسوي بها الصلصه. خاش عشت ايدك لان بقت بيها البهارات. اي البهارات تستفاد من عندها. ليش اخلي بعد بهارات؟ هذا هي نفس البهارات راح اشتغلها بيها. شويه اضيف لها من هاي الببركه. شويه اضيف لها كاري. عندنا اتصال. الو 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 يلا شوف وياك. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام عيني ام علاء، رمضان كريم. عيوني الله يحفظك سلمك على امك الوالده. الله يحفظك رحم الله والديك يعطيك طولة العمر ان شاء الله. البارحه كنت يا ام علاء الله يخلي لك اياها. عيني اي والله البارح كنت يمها رحمه على امك وابوك. اي والله عمرين ام علاء. والله اني كل ما اشوفك بس ابكي اقوم. ليش؟ يا عمري زين. ليش؟ والله لان ليش؟ الوالده كلش عزيزه كلش. الله يحفظك تتصور. الله يحفظك. كم 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 ولد عندك ام علاء؟ انا عندي ثلاثه. شلونهم وياك؟ الحمد لله والشكر. الله يحفظهم. الله يحفظهم. نقول الحمد لله والشكر. شكلك موجوعه. شكلك موجوعه ام علاء. اي موجوعه والله. يا قلبي سلامه قلبك من الوجع. كون اخذ تليفونك واخابرك بسولف لك حبيبة قلبي. ان شاء الله صحة وعافية. عافية. ان شاء الله وربي يحفظك رمضان آمين. كريم وكنا ولدك وداعتك. اي والله. الله يحفظك. ديتهم على طبعا هذا رمضان ولو احنا قاعد نطبخ احنا مو يعني قد النصائح بس هذا رمضان، رمضان الخير، رمضان الطاعة، رمضان الرحمة. صح. نتمنى من كل الشباب البنات يبر بوالديه وخصا الام، ترى الام تنهضم تنهضم. صح. الام تعبت والام ضحت والام انطت اساني. طبعا ام علاء ما حكت لان ام علاء الام من طبعها ما تطب اولادها، بس انا كمن نفسي حسيتها مهضومه وتقول الحمد لله على كل شيء. نتمنى من كل واحد يبر والديه بهذا الشهر ويلحق. صح. حتى الله يوفقه. صح. وان شاء الله التوفيق للجميع. طبعا حبايبي هذا دبس الرمان والمعجون وراح نضيف المي. هاي طبعا سويتها بنفس الطاسه اللي خبطت بها الدجاج. اكو تبسي اصفر الناس تحبه. هذاك بالكاري. هذا ما نضيف له نفس نفس المعجون الطماطه الفرق. نفس وانتبهت لك دائما تحب دبس رمان يطفى اضافه. صح. دبس الرمان يطفى حموضه. حموضه طبيعيه مو حموضه مثل اللمندوزي. لسان اللمندوزي ابد ما استخدمه. ما تستخدمه. خوش. عندنا اتصال. سيف من الديوانيه. بسيط. استاذ سيف. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. يسمعك ابو علوش تفضل. السلام عليكم وشلونك خيتي؟ الله يسلمك بخير وعافيه. الله انت شلونك خويا؟ شلون صحتك؟ نوركم هذا والله الحمد لله. الله شلونك ابو علوش؟ حبيبي سيوف ايش اخبارك؟ الله يحفظك. انا بسلم على الوالده، الوالده عند بيتها قاعده. يمك هي يمك؟ لا والله ما عند بيتها قاعده من رمضان لسمسيره عند بيتها وبقت. ادري بيتها وين يعني وين بيتها؟ تبي الديوانية؟ نفس الديوانية. اي دا توجه لها تحية عبر شاشتنا. دا توجه لها تحية عبر شاشتنا صح؟ هي ام منو؟ ام منو هي؟ ام سيف؟ اي والله لا خابرها مو قصتها. يا ابا هذا سيوف يسلم عليك. وسيف سيف. ام سيف. ام سيف. خو ما مزعلها سيف. خاف راحت ينبتها زعلانة. حبيبي حبيبي سيوفي تعياتي. نتمنى من كل مشاهدينا من يتصلون علينا يسمعونا من التليفون. نعم. مو من التلفزيون لأن من التلفزيون راح يوصلكم الصوت شوي متأخر. لا مو يتأخر أو الصوت. أو السبيكر مال التليفون يتأخر عليكم الصوت. أي. حبايبي هسة طبعا ما هذا شيل بيها حتى ما بذر. حبايبي هسة ضفت الخضار سويت الصلصه.
وضفتها وخليت قطعة الزبد. هاي حتى قطعة الزبد راح تذوب على الدجاج وتطيني فدنك، راح اخليها هسه بالفرن. عاشت ايدك. طبعا مشاهدينا بالنسبه لموضوعنا اليوم مال الصداقه، خلينا نقول احنا اي موضوع ناخذه نشوف مثلا الى اساس بالاسلام بديننا. طبعا الاسلام والرسول صلى الله عليه واله وسلم هواي وصانا بالصديق ونبهنا على هذا الموضوع، قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. والله سبحانه وتعالى نبهنا على فد نقطه، قال انه هاي الصداقه اذا ما تكون بطاعه الله تنقلب الى عداوه، وقال باياته انه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فلازم احنا نعرف هاي الصداقه مالتنا شنو يحكمها. احنا اخوه دنيا لو اخوه اخره، الدرب اللي نمشي به هل هو في طاعه الله، ماشيين على حفظ الاسرار، على الثقه، على ان انا اشجعك على عاده جيده، انت تشجعني اليوم على عاده جيده، رحم الله امرا اهدى الي عيوبي، يعني يساعدك يساندك اخوك انت صديقك تحتاجه بهاي الرحله على مود يكون مساند اليك. طبعا موضوع كلش مهم، وللاسف للاسف يعني بهاي ايامنا وبهذا يعني اللي قاعد نعيشه اللي قاعد نشوفه احنا، اكو صداقه عن مصلحه واكو صداقه حقيقيه، بس الحقيقيه نادره. زين عندي سؤال شيخ. نعم. تحس ان الصداقه اذا كانت بها مصلحه يعني يعيبها هذا الشيء؟ مو صداقة. ليش أنا أشوف الصداقة هي تقوم على المنافع المتبادلة، أنا اليوم أوقع أريد صديقي يمي، أنا اليوم فرحانة أريد صديقي يعني يشاركني هاي الفرحة. أي مصلحة هي مصلحة؟ مصلحة يعني شلون؟ أنا أي قول لي شنو المصلحة؟ يعني مثلا أنا قاعد استفاد منك ماديا، فأجي يمك أصادقك أسأل عليك هذا، من توقعين أعوفك. ها هاي المصلحة اللي تحكي عنها، لا أنا بدي أحكي المصلحة والمنفعة المتبادلة. انه احنا رب العالمين بهاي الحياه خلقنا واحد بينا يسند الاخر، واحد بينا يشيل الاخر. هذا انت ما تريد من توقع. اي طبعا هو من وحده اكيد. بس تجي عندك هاي الغصه. حليبه. اي والله حليبه يا رجل. حليبه الطاهر. عندنا اتصال ورود. السلام عليكم. السلام عليكم ست ورود الغاليه. تقدر الجنب رمضان كريم علينا وعليك يا رب. شلون صحتك؟ عليك وعلى بعلوش وعلى الكادر وعلى المخرج. فدوى لقلبك حبيبتي. شنو رايك ببرنامجنا هاي السنه؟ والله برنامج طبخات والسوالف. وعافيت ايديكم دائما متعلقين طبعا. حبيبه قلبي، انت شنو رايك بموضوع الصداقه اليوم؟ والله هي يا اختي العزيزه هي اكو صداقه مو ماكو، بس مو كلها صار اسوء. اكو صداقه عن صداقه تختلف. اكو صداقة المصالح مثل ما يقولون، واكو صداقة الحب، فهمتي؟ لا تجيبي هسه الصداقة ماكو مثل صداقة قبل. شنو الفرق بين صداقة قبل وصداقة اليوم؟ صديقك تنطي. لا والله. اي على نفس الطريق مثل ما يقول. اقول لك يا ورده ولا وداخل اني، شلونك؟ رمضان كريم. ورود يقول اذا خلصت المصالح صمتت الهواتف، مو؟ اي والله العظيم. والله بعد الهاتف هو صامت، لا تخليه صامت، هو واحد يصير صامت بس تخلص المصلحه. هو طبعا اكيد يا بعلوش، بس شوف احنا حتى الصداقه والله العظيم قطعناها، هو الاخ واخته ما قاعد على المصلحه، يعني مثل ما يقول تنطي يصير اخوك. ما اي والله. اي والله يا حبيبي. تغيرت الدنيا كلها، تغيرت بعد مو مثل قبل. اي والله كل شيء تغير. بس الام حبها صحيح. شوف نرجع ونرجع والله بس الام بدون مصلحه بدون غايه صح. اي هذا حبايبي طبعا راح نشتغل تمن الباقي. له المخرج يقول اطلع بالبدايه شو اسمه، يلا تشتغل. يلا صار دلل. راح نشتغل تمن الباقي. له طبعا تمن الباقي له مكوناته كلش يعني بسيطه، هي باقي له هاي الخضره المجمده، عندي كيلو تمن، عندي شبنت، عندي كركم وكاري وبصل فقط. بس بالبدايه حبايبي الشغله اللي تريدون تطلعون الباقله تمن الباقله طيبه. سر الشيف اليوم يعني السر. لا هي هاي طبختنا القديمه. يعني على اصولها القديمه، مو هذا اكو ناس شو تسوي تفور التمن.
ذبت التمن ذبت الباقله ذبت الشبنت اجت بزلته هذا ما يطلع تمن باقله للريده صح لازم تمن الباقله بالبدايه هذا الشبنت ينحمس ويا البصل ينحمس زين ليش ينحمس ليش حتى يعطينا النكهه صح ويصير خضاره طوخ من ينحمس الشبنت بالدهن زايد شوف الريحة اي الريحة ويطي خضار طوخ مو مثل ما ادبه بالمي هاي كلش مهمة يعني عشت ايدك هذا المخرج يقول هواية زيت طبعا الشبنت والباقلة تحب حمس بالزيت هذا هسه عندي الباقلة للمجمدة طبعا الخضرة هاي هي فرش يعني تجي لا مسلوقة ولا أبد فمتن من تنحمس تاخذ طعم الدهن وراح أضيف البهارات كاري وكركم عندك اتصال أبو علوش ألو السلام عليكم أبو أحمد رمضان السلام كريم السلام عليكم أبو علوش شونك يا حبيب رمضان كريم عليك وعلى كادر وعلى أختي الله بعد يسلمك عمري. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب الله يعزكم غاتي ابو علوش سؤال الحمال دي امرني لا يمر عليك دائما من اسوي الدجاج شوي ايه كم لا يطلع يابس يابس اي والله انت يعني هو شوي على الفحم لو شوي بالفرن احمر ايه بس من اكله يابس يعني شلون مو لين شوف الدجاج انت تدري ايش بالفرن بالفرن لو على الفحم تقول لك سي زينب لا بالفرن 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 عندك وصفه للدجاج؟ طيب انا احب انقع قبل بيوم صراحه هاي وصفه سي زينب اي صراحه احب انقعه شوف شنو صدق تسالني؟ اي والله طيب وصفه كانت احسن من وصفتي شايف الطرشي المخلل اللي هو بالمتعلم منها ما بيها في شيء شوف شايف الطرشي المخلل او الفلفل اللي يكون هاي العلب يلا هاي طيب وصفه الايرانيه خلينا نقول يكون بيها مثل المي ونمندوزي وهاي هذا المي انا ما اذبه اظل محتفظه به دائما من عندي دجاج قبل بيوم او على الاقل قبل 3 ساعات اتبل الدجاج به شلون انت ذاك اليوم من قلت عدتك الكيوي والليمون هذا يخلي هاي الاشياء القويه داخل اللحمه تصير اطرى فانقعهم بهم تصير كلش طريه طبعا اهم اصفط الخضره اصفط الهاي صراحه انا ما اخليه هيك اغطيه بالسلوفين ورق زبده بعدين سلوفين سلوفين شو تسموه؟ سلوفين سلوفين قلت لك احكي لو ما احكي سلوفين سلوفين اي يلا انزين واغطيه به واخليه له تقريبا استكان مي اوكي وعصره ليمونه كامله واخليه بالفرن بالنص درجه متوسطه تقريبا ساعة خلينا نقول شنو يطلع ذايب تشيل العظم هيك ذايب طريقتي صراحة بس راح يشتغل حبايبي بس اخذ لي هاي سعد عاشتي دي سي زينب سلوفين سلوفين اخذ لي هذا تمن الباقلة شلون عندي الباقلة والشبنت الطلون الخضار القوي بالحمس هل اشوف ايه مطلعينه من فوق الباوع الباوع للكاميرا هاي للكاميرا اللي فوق كلها طلعيني طلعيني شفتنا كل هاي الكاميرا هذا صراحه اضيف التمن لا مو هي بس هاي تطلع لي القدر شفتي شلون عينه ابدا اقول حبابه طلعيني حبابه هذا راح اضيف له بقده مي هاي حبايبي خطوه التمن الباقله الصحيحه يعني اكو ناس دائما حتى من يجون للمطعم يقولوا لي ما يطلع عندنا التمن الباقي له هيك خضار الخضار بالحمس مو بكثره الشبنت بالحمس مالته يطلع عندنا الخضار القوي لان يمكن اذا مثل ما قلت خلوه بزلوه هاي الماده والنكهه والطعم كله راح وما يطلع عندنا الطعم مالته لان راح ينسلق الشبنت راح ينسلق ما راح ينحمس مثل البهارات صحيح بس البهارات من نضيفها نضيفه قبل ما تعطينا ال عشت ايدك شيف انت هم كنت محظوظ بهاي الحياه بالصداقه؟ لا والله؟ والله العظيم يعني شوف قلت لك هي حظوظ ونياله اللي يلقى صديق وفي يعني عندنا اصدقاء اوفياء زين الصداقة تحس إلها مرحلة معينة يعني ممكن الوفاء الصديق لما تكبر وتمشي بيكم الحياة لو لا والله هو إذا عبر الأربعين بعد حتى وفى ما يريد لأنه هو بعد ليش والله بعد يعني مو كبار
والله توها بدت الحياة تكون وين لا يا حياتي يا معودة تبدي الأمراض الناوي يحير بروحه بعد يا 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 اي والله يحير بروحه لا تريني صدق يلا قولي نحكي واقع اي احكي شوف هسه يقوم يحير بروحه يقوم تبدي الأمراض تطلع هسه السيارة من تاخذيها زيرو زيرو كل شيء ما بيه بس بدلين دهن وبنزين خوش تاخذ لها فد 5 سنين 10 سنين يوم تبدا العطلات ساعة ايش اسمه البليك ساعة الفيت بوم ساعة قام بها راس روط احنا هيك توصل ل40 بعد ما يدور صديق ويدور هذا يدور ايش ليش ليش ايش بدا العمر انتهى على ال40 لا والله تو ابتدت الحياه اقول لك شلون يقول عمر وتعدى ال30 واخذ يسحق على الباقي اي والله اكو اصدقاء عمرهم 70 سنة ويطلعون وجروها هاي الحياه منهم مو صغار وكانوا بالمدرسه لحد ما كل واحد بيهم حضر جنازه الثاني قلت لك هاي 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 صداقه قبل اي صداقه قبل صداقه نظيفه انا والله محظوظه بالصداقه احكي لك اياها يعني انيالك عمو اوجه تحيه لكل صديقاتي اللي سمعوني من كل دول العالم لان انا ما شاء الله وين ما اروح اسوي لي صداقات انت صداقاتك على الانستغرام لا لا صداقات حقيقيه جمعتنا هسه تقول لي شو تعرفي صديقك يعني هم كليتش او ماكليتش او تقعدن لا هسه تقول لي شو تعرفي صديقك حقيقي اكو صفات للصديق نعم ها يوقف وياك نعم تمر انت يعني ما يريد من عندك فد مصلحه خلينا نقول تخدمه نعم. بس هو موجود بحياتك يعني نعم. لا يجمع يعني انا اكو عندي اصدقاء لا يجمعني بيهم مذهب اوقات لا يجمعني بيهم دين واحد اوقات لا يعرفوني اني بت منو بت عشيره منو يعني شلون تعرفوا علي بس هيك كزينب زين هذا التصديق ما تقدره طول الحياه لا احنا كنا عندنا اصدقاء احنا عندنا اصدقاء تحياتي صديقي الحبيب نعيم ابو القص طلع عنده صديق يا حبيبي عندنا اتصال منتظر من بغداد انقطع الاتصال حاولوا يعني انا مو قلت ما عندي اصدقاء عندي هواي بس انا اكثر الاصدقاء ما كان عندي حظ وياهم اي يعني هذا لا صح نعم. هذا طبعا راح نشتغل شوربه الكريمه راح اضيف البصل هسه راح تطلع عندكم المقادير اهم شيء البصل والمعدنوس يتكرمل يعطيني اللون اللي اريده اللون الجوزي شو له جوزي لو قهوائي بني بني قهوائي بني بني شوربه الكريمه بالشوفان احنا سوينا شوربه الشوفان بدون الكريمه بالخضار هاي لا هاي بالبصل والكريمه عشت ايدك احنا شو نريد عندنا مقاديرها نشوف مره ثانيه المقادير هي بصل كريمة شوفان بهارات بشكل هي البصل والكزبرة والفلفل الأسود بس إيدك. طبعا احنا شو نريد نريد حوائنا الكريمة يوميا تسوي نوع شوربة حتى المرأة انت قاعد قدام رجلها تقول شوف يوميا ما كلتك نوع خوش يوميا مو صح اي نريدها يوميا نوع حتى شنو الصايم ما يمل الو علوش حبيب قلبي ابو خضير حبيبي الغالي شلونك اخبارك شخبارك والله الحمد لله بخير اذا انت بخير رمضان كريم شلون الموصل عليك يا رب شلون الموصل ابو خضير اسمعني من التليفون او في التلفزيون هسه هسه طفي التلفزيون هسه نصي ليش طفي لا طفي هسه حتى صوت ما حتى شوف هاي الصدريه شوف ايش اسمه يرجع يشوفها من تنزل الحلقه على اليوتيوب شلونك؟ والله الحمد لله شيخ بارك علوش يعني عباس من الموصل ساكن بالنجف حاليا مهجر يعني ايه امرنا والله ما يمر عليك ظالم احنا محتاجين بس بصمه مال مي اذا امكن شنو؟ لا لا ابخ بيتي لا عندي ابواب ان شاء الله راح يتواصل وياك زميلنا المخرج وبخير والدلب طبعا الفرات بيها برامج تختص بهاي الامور الامور الانسانيه بهذا شهر رمضان المبارك وان شاء الله يتواصلون وياك وبخير وتدللوا ان شاء الله وطبعا هواي نعتذر اي من مشاهدينا انه احنا برنامجنا ما مختص يعني بهاي الامور والله لان يعني اكو برامج على قناه الفرات هي مختصه بهاي الاشياء ان شاء الله يساعدوكم على احسن وجه ان شاء الله كادر قناه الفرات ما يقصرون ان شاء الله يقصرون بهذا الشهر الفضيل يسمعوهم زين شو تقول على الشخص
اللي متوهم انه عنده اصدقاء. شلون يعني؟ شلون يعني؟ يقول لك انا عندي اصدقاء وكل شيء، وهو اصدقاء يا كثيرين الشكوى، يا سيئين الظن بي، يا يحجون عليه بظهره، ويعرف ذن الاشياء ومصر ويقول لك هذا صديقي. هذا بعد ما خاض تجارب الحياه وما اللي تشيم، هذا من اللي يلتشيم ويخوض تجارب الحياه. انا شويه بالفصيحه قطع. هو بعد ورا السليفون بقتك سليفون زين، ويخوض تجارب الحياه ويلتشيم ويوقع ويقوم يطلع له قلب. ان شاء الله يطلع له قلب ان شاء الله. والله اخوي يظلون يعيدون بالتجارب نفسها لحد ما يموتون. زين، انت ايش وقت تعرفين الصديق الوفي؟ انا قلت لك الحمد لله انا مؤمنه انه الصداقه ارزاق. نعم. فاني من ناحيتي انا بما ان سالتني عن نفسي محظوظه بالصداقه، واعرفه بلحظات لما افوت قاع وباللحظات اللي اصعد بها قمه. هسه تقول لي شلون؟ من اوقع بالقاع الاقي ايده تنمل على مود يشيلني. قولي بوقت الضيق. وقت الضيق. اي. يقول لك شاشل عافيه. ومن اصعد بالقمه الاقي اول واحد يصفق لي. اسمع عيني. انا هيك عندي الصداقه. صح. والامام علي هم الطانه قال الصديق تعرفه بالسفر، وانا سافرت درت ما شايفين لساني كل شوي يطلع على لهجه، فشفتهم بالغربه، شفتهم بالبعد، شفتهم من عفتهم، شفتهم من احتاجتهم، شفتهم من ما كنت محتاجتهم، والحمد لله ما خيبوا لي ظني ابد صراحه. هذا يقول لك شاشل بالخوان. اي شاشل بالخوان اللي ما ينفعون، عود من اموت يجون ويا لي ودعون. هذا حبايب البصل تكرمل، راح اضيف الشوفان هم حمسه خفيفه، واضيف بهاراتي، طبعا بهاراتي الفلفل الاسود، كزبره، وهذا البصل المطحون، هذا راح اضيف الكريمه. عاشت ايدك. هاي رشة الملح، وهذا الماء. عشت ايدك والله. هاي شوية بعد رشة ملح. تحس يحتاج؟ اي شوية كركم. حتى يغزر. هو لا. او ليش الملح يقولون يغزر؟ ليش مو الشكر يغزر مثلا؟ مليح. زادوا ملح يعني؟ طبعا مشاهدينا، بس احب انوه على نقطه بموضوع الصداقه، رايي الشخصي يعني انه الصداقه نحتاجها بكل مراحل حياتنا. فتلاقي مثلا اكو رجال عنده اصدقاء و24 ساعه وياهم، ودائما هو وياهم بالحياه. خلي ابنه يحتاج صديق ما يقبل، يقول له انت شنو ما تحتاج اصدقاء. خلي زوجته تحتاج صديقه بحياتها، ما يحتاج. يخاف ما يخاف عليهم. احنا نقول طبعا ضمن التوجيه يقدر يختار الصديق الجيد. لازم ابنه يكون منتمي المجموعه. عندنا اتصال. زهراء. السلام عليكم. هلا زهوره، شلونك؟ الله يسلمك. شلونك يا حبيبتي، شو اخبارك؟ الله يسلمك بعد قلب حبيبتي. شو مسويه اليوم على الفطور زهراء؟ شوربه وجمن ومرقه. خير من الله. خير من الله، الحمد لله. حبيبتي يا ابو علوش، عندك سؤال إله؟ حبيبتي بكتب ابو علوش مليون زحمه. اي سمعت شيء. بتولايتي شلونك؟ الله يسلمك ابو علوش، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. امريني زهراء خيتي. الحلاوه التكليتيه بدون زحمه دائما اسويها وتتلف، اسوي غلاس حليب وغلاس طحين صفر وغلاس زيت. ايه. وبعدين من نحنسه بنحنس كيبس. ان شاء الله راح اسوي لك اياها هنا أنا بالقناه شكليتي، يعني حاطها بالبرنامج واسوي لك اياها قدامك. هي مو بس بمقاديرها زهراء، شكليتية بحمسها. الايد تكون ظل بيها ما تنعاف. داطلي يريد المخرج. اي بعد شنو تريد حبيبي؟ يريد بعد شنو مشتهي؟ شنو مشتهي؟ مخرجنا تدلل. طبعا هاي بدت تنشف، نصيت نارها وراح انصيها على التهدير. هذا تمن الباقي له. شوفوا لونه شلون صار لهذا. الكاميرا ايه؟ احنا والباقي له. هذا يطلع لونه خضار طوف. ليش؟ لان انحمست الباقي له والشبنت. الشبنت من ينحمس يطلع لونه. اوقات فعلا تذوق باقي له عند ناس تحس ما بيها طعم، ما بيها ريحه، ما بيها نكهه،
واكو ناس تجيب لك معون الباقي اللي تاكل اصابيعك وراه. يعني يعني بزل مثلا خلينا نقول اذا بزل عادي اي خلص هذا اي فشلون طريقتي البزل يبزلون التمن ما نخلي وياه الشبنت ولا ولا شيء يبزلون التمن وبزلوه اوكي الباقلة والبصل والشبنت ينحمس على صفحة ويطبق ويا هذا من يرجعوه ويحدروا أيوة. يطبق كلش حلو عاشت ايدك والله اي فكنت اكمل اقول الطفل يحتاج الصداقة المرأة تحتاج الصديقة الرجل يحتاج يعني اكو نساء هم تمنع رجلها من الاصدقاء خاف وتسوي له مشاكل يعني احنا هم نختار بدنا نحكي الاساس الاساس عندنا معايير احنا شنو بدينا حلقتنا اليوم قلنا الصداقة اللي مبنية على الاخلاص على الثقة على المودة على المحبة في طاعة الله نكملها احنا كمسلمين شنو تختلف رؤيتنا بالحياة عن باقي الشعوب او الاديان الثانية انه احنا عندنا هاي الحياة مستمرة احنا ما عندنا اليوم ولدتني امي ورا 70 سنة متت وانتهت قصتي بالحياة لا أنا اليوم عندي 70 سنة 80 سنة أعيشها بهاي الدنيا وعندي بعدين حياة أبدية راح أعيشها إن شاء الله إما خالدة في الجنة أو خالدة في النار وراح يكون وياي ناس طبعا يوم يفر المرء من يعني أخيه وأمه وبنيه يعني تحتاج أنت هاي الشغلات بحياتك إنه يكون رفيقك بهاي الرحلة إحنا عندنا أول شيء أبو علوش المعيار موجود شلون هاي الله عندنا اتصال ابو سجاد من بابل السلام عليكم حبيبي ابو سجاد تحياتي شلون اخبارك حبيبي ابو سجاد شلون الحله الحمد لله بخير تنسوا باهلها شو اخبارك رمضان مبارك ان شاء الله علوش بس سؤال اذا ما تزعل حبيبي بالنسبه للباجله بالدين انا اروح دائما بالسوق بالنجف اي نبات بالحله عندنا محلات هي الحله ام يعني الباجله بالبيت مي سوى ما تجي عدنا مثلها ليش ما ادري شوف ابو سجاد اول شيء تجيب الدهن الاصلي هاي اول شغله دهن شنو الاصلي دهن الحر الاصلي اي عندكم بالجبل يبيعوا منطقه الجبل اي صحيح اي انزل هاي اول شغله الشغله الثانيه الباقله من تسلقها بالبدايه اغسلها وذبها بالقدر ذبلها شنان اكو تروح للعط لابو البهارات تقول له اريد شنان مال باقله شنان ايه كتبه شنان هاي مثلا الكيلو باقي اللي يابسه الذبله خاشوقه مال كوب شنان هذا الشنان يطيه في الطعم كلش طيب ويخلي الباقي اللي تستوي راسا وتذب النشا مالتها ومن تريد تسوي الباقي لا لا تريدها بخبز حار تريدها بخبز يعني خبز بايت قبل يوم حتى قديم يعني ايه حتى مو قديم يعني قبل يوم إيه حتى لا يعجن عندك لان الحار يعجن عندك اه واهم شيء الدهن الحر دهن اصلي ايه الاصلي هي عندنا بالجبل عندنا عندكم هي بالجبل يعني ما اخذها هاي تغرق بالدهن الحر الله يحفظك حبيبي على راسي طبعا عندنا الطبق الحلا طبق الشعريه بالحلويات ايه هاي راح نسوي شعريه شنو مقادير الشيف هاي عندي شعريه انا عنك مو انا اصدقاء وتعاون اخت عزيزه وهذا عندي الهيل هيل المطحون عندي الفستق عندي الشكر وعندي الزبد الزبده بالبدايه اضيف الزبد واضيف له زيت طبعا الزبد ليش دائما انا اضيف له زيت حتى لا يحترق لان وحده يصير اسود لا ذيك كنافه حبيبي كانت كنافة بالحليب المكثف ايه هذاك بالشعرية الباكستانية ايه يسموها شعرية الباكستانية هاي تختلف عن شعرية الكنافة احنا ما راح نشتغل كنافة هنا بالجبن الشعرية الباكستانية تكون اخف من شعرية الكنافة رقيقة يعني رقيقة ايه لا حبيت وشنو حبيت رقيقة هي رقيقة رقيقة بس بقدونس ايه لا القاف ايه فهذيك تنحمس يعني حمس زين الدجاج بالفرن شنو وضعه؟ الدجاج بعده؟ فد 40 دقيقة مثلا؟ ها؟ فد 40 دقيقة يحتاج مثلا؟ اي تقريبا. نعم. حلو. الو؟ الو السلام عليكم. السلام عليكم. أبو مهدي لو أم مهدي؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يسلمك أبو مهدي شلون صحتك؟ سيارة ما شاء الله. الله يسلمك ويتقبل أعمالك.
الله يسلمك. بس اذا ممكن ابو علوش عندي سؤال. اي تفضل، هذا يسمعك ابو علوش. حبيبي ابو مهدي شو اخبارك؟ حبيبي الله يسعدك. شلونك عمري؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم. الله كريم، الله يستقبل الطاعات والصيام ان شاء الله. يحفظك الله، امرني. الله يسلمك. اولا انا قبل ما ابدا بسؤالي، انت سبحان الله تعطي شبه المن العديلي طبق الاصل. موجود هو؟ موجود؟ لا هو من اهل الحله. ها ها. اي نعم. الله يحفظك. سؤالي انا بدي اطول عليك. امرني امرني. الله يسلمك. التبسي مال البيت انجاز. نعم. طبعا انا هسه ما اقول لك طباخ 100%. نعم. لكن يعني نقول 80 70. كنا احنا نتعلم ابو مهدي، كنا نتعلم، ماكو واحد 100%. انا اتعلم، انا هسه نشرت وخط اتعلم. يعني اعاون البيت. ايه. اعاون اختك ان شاء الله بالبيت. الله يحفظكم. ايه. الله يسلمك. الله يحفظك. بس اللي اريده شنو؟ اريد قضيه التمشي شلون يصير مثل ما المطاعم حلو. حلو يضيفوا لك اجر. ويا الصلصه. انا اضيف دبس الرمان وما يطلع حموضه. لا دبس الرمان يطلع حموضه، الكجب يطلع حلاوه. شوف خلي خاشوقه دبس الرمان، خاشوقه كجب. أي. خاشوقه معجون. واحمس الثوم واحمس ويا الثوم، شوف ايش تطلع عندك. وضيف وياها كرفس شويه تطيها محموضه. صير عندك اول كجب يطيها الحلاوه. حبايبي هسه الزبدة والزيت ما انا عندي، راح احمسها. اي انا هواي يشبهوني لان انا شكلي مألوف. مألوف. مألوبة. ويخلق من الشبه 40. مألوبة. هذا راح احمس الهيل وياه حتى يعطيني طعم الهيل. طبعا هاي كلش سهلة وبسيطة، حلاوة الشعرية يعني حتى ما مكلفة. بعاني تامر عمر طبقات. ام نرجس. الو الو عيون، شلون؟ السلام عليكم. وعليكم. حبيبتي شلونك؟ شخبارك؟ تسمعيني؟ احمد الله من شكرك يا عمري. حبيبتي من نرجس. نتمنى الخير لكم والأمة محمد. آمين آمين. لا تنسينا يعني بهاي الأيام المباركة من دعواتك. اي والله إن شاء الله خير وأمة محمد وسعادة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. يستر عليك وإن شاء الله تروحين البيت بجاه الله النبي. الله على هاي الدعوة. إيش دراك هاي نفس الدعوة. آمين آمين حبيبتي. عندك سؤال الشيف أبو علوش؟ والله على مود هاي التمن مع اللوبيا شلون نسوي؟ اللوبيا هاي اليابسه ان شاء الله. تامرين امر ان شاء الله اسوي لك اياها. تامرين من نرجس. طبعا تمن اللوبيا من الاكلات القديمه. اكو ناس تضيف وياها خضار، اكو ناس تضيف وياها لحم. طيبه والله. اي طيبه، هي تطبق نفس تمن الباقي الا تقريبا. اكو ناس ما تضيف وياها شبنت، انا احبها ويا الشبنت. تحبها ويا الشبنت؟ اي لوبيا والشبنت وياها شويه بهار. يعني خلي لها كزبره. شويه كركم، فلفل اسود، كلش طيبه. بس تعال قلبوا بيها على ما اسوي الشبنت. اكو يحطوا لها نمبصره مطحونه لو لا؟ لا نمبصره عدله وياها عدلة. او مطحونه نفس الشيء. اي طبعا حبايبي راح اشتغل العصير، عصير العنب الاسود. طبعا راح اضيف له ليمونايه واحده. هذا عندي عنب. تكسر الحلا شيف؟ لا شويه تعطيني حموضه ويا العنب. ايه؟ لان العنب الاسود عندي حلاته كلش قويه. هذا العنب الاسود. ذاك اليوم كان عصير العنب الاخضر. اي العنب الاخضر. ايه؟ طعم شكل والاسود شكل. الاسود صح. يكون حالاته دائما قويه. صح شيف، ذاك اليوم صديقتي تسالني. نعم. تقول شو احنا خلاطه يختلف للشيف عن خلاطنا؟ ليش؟ احنا يطلع ويانا البثل مال البرتقال والنوه. تقول شو منظر العصير هو من يصب ويشهي متجانس. وقف الخلاط؟ لا مو من عيني، لا مو من عيني. صاحبتي لا حد يحكي على صاحبتي. لا حد يحكي على صديقتي. يما اسم الله.
لا 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 هاي النقطة ما بيها كهرباء. حبيبتي صديقتي اعتذر. مو صديقتي اني وقف الخلاط واخذ زياه النقطة خلي يسويها. مو الا ناكل العنب هي. ضربتيني عين؟ ليش هيك ليش؟ اشتغل يا معود. لا لا بس خلي النقطة ما هيك. خوش. حبايبي هسه حمس عندي راح اضيف المي. هذا المي. يجاوبني هسه شنو طلع بالخلاط الموضوع يقطعه اربن اربن لو شلون؟ لا هي لازم تخليه لحد ما ينضرب زين العصير. يا الله الصبه اكو يصفوه على الشكر وراح اغطي. حلو على نار هاديه هسه نصب بعد الاكلات مالتنا. هذا هم مستوى الدجاج. ايش قد عندنا وقت استاذ؟ اوكي. هسه اشتغل شوفي. يعني ما حكيت عليها وحزتنا المره. لا حزتنا ولا لا حزتنا ولا شيء. اعرفهن صديقاتي. استاذ حازم قبل حزتك. اقول لك استاذ حازم انت رجال على راسنا واستاذ ها ومخرجنا العزيز وهاي بس هاي زميلتي انا خو لازم ادافع لها. اي افيده ليش ما مو مرات هم تدافع لي بالحلقه تدافع لي. هذا شوربة البصل بالكريمه. مشت ايدك. طبعا هاي الشوربات حبايبي اول شيء ما مكلفه. ثاني شيء تغيير يعني للصايم تدرون الصايم يحب التنوع والنجف السفره. عندنا زهراء من النجف. مساء الخير. اهلا حبيبتي زهراء. رمضان كريم علينا وعليك يا قلبي. شلون صحتك؟ اي سمعت الشيف ابو علوش. ابو علوش. ابو علوش العفو مساء الخير. شلونك خيتي؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. رحم الله والدك يعطيك العافيه. الله يخليك عمرينا. زحمه عليك بلكي تقول لي شلون يعني اسوي الفاكهه من اخليها بالنجر ما تحفظ عندي هو مع العلم الكهرباء 24 ساعه عندي. نعم. شوفي. والثوم شلون تفرزه؟ شنو هي؟ الثوم. شلون تفرزه؟ انت سالتي على الفاكهه؟ الفاكهه شلون تفرزها؟ من اخذيها بالمجار ما تحفظ عندي وايد. الفاكهه اذا تريدين تحفظيها بالثلاجه خليها بكيس محكم لا يطب لها هواء لا يطلع منها هواء. هذا اكو كياسه محكمه بها بيعوها هذول السفريات مال فاكهه. والثوم تقدرين انت تفلسيه وتجمديه تجميد يعني حتى يحافظ على حتى لا يبس عندك. اني مخالف الطرق بموضوع الفواكه شلون تنحفظ والخضار بالثلاجه. بالنسبه لي لما اجيبهم مو هم من عند ابو المخضر. نعم. يشيلها ويحط لك اياها بكيس النايلون. طبعا تكون اكو رطوبه طين ممكن تراب عليها ممكن وحده مضروبه والثانيه عدله. من ارجع للبيت كلهم اشيلهم واغسلهم اغسلهم عدل اجلفهم حتى صراحه يعني اني اجلفهم بعدين اخليهم ينشفون عدل من المي انشفهم عدل من المي واخليهم بسله هاي السله المصفار خلينا نقول وبعدين مثل ما قال ابو علوش احطه بكيس نظيف واسده محكم الاغلاق يبقى فتره كلش طويله بالثلاجه من دون ما يخرب. بس اذا اخذت المسواق الفواكه لها هي وتشيسها وشمرتيها بالثلاجه بسرعه تتلف عندك وتحط تصير سهله من تريدين تستخدمين شيء تاكلين شغله تطلعيها بسرعه نظيفه وشحلاتها. هاي حلاوه الشعريه.
هسه راح نصب التمن، تمن الباقي اللي. الباقي اللي عاشت ايدك هم راح تزين لنا اياه وتقلب لنا اياه هاي الطاسه. يا الطاسه ما تخلص مني. هذا حبايبي شوفوا تمن الباقي اللي شلون لون والريحه مالته، ريحه تجنن. هذا كبسته كبس. اكو يما يحبون تشريبه يعني. اي اكو ناس تاكل وياه تشريبه. تشريبه الدجاج الصح. واكو يحمسون شرايح بصل. هذا اللي بالسمنه انا خليته ويا بصل. بالزبده وعلى الوجه. على الوجه. عاشت ايدك. طلع لي هاي، طلع لي هاي اللقطة. طلع لي هاي يلا. هذا تمن الباقي له. شيء مختفي مخرج اليوم. لا خليك النجمه خطبين. شلون لا انا مسوي نجمه وتعبان. مخرجنا اكو شيء مختفي اليوم من الاستديو. قول. هذا الشربت. طماطه الكرزيه. هسه راح اجيب اكو واحده هناك. يخبل لون العصير. هذا العنب الاسود. واللي يحب انا احب العصير هو والياف هو لان ألياف. هو طبعًا. احنا ليش نسوي عصير طبيعي؟ حتى نستفاد من الفاكهه كامله. اذا احنا صفيناها وذبينا هاي القشور وكلها بالزباله ايش بقى؟ هي الياف هسه راح نطلع ها خل ازين هاي حلاوه. بعتم تجيبي لي من هناك واحده كرزيه بالكت باقي. والله ماكو بخت... خلي اشوف لك. لا دولة. لا لا احنا مو قلنا نفزع بعض. ناثرها. شوف شلون جابت لي اياها. هم زين ما ماخذ الفلفل الحار. اه ما عنده عداوه ويا الفلفل الحار. شوف شلون طلعت. هذا حبايبي التبسي لان بعد عندي دقيقتين. عاشت ايدك. ان شاء الله يبين. وهذا راح نصب الحلاوه. ها شوف الحلاوه حبايبي. ابو علوش بي مي ممكن اكون هو لازم مي بي انا ليش ذبيت له صلصه؟ خوش. طبعا ذبيت له صلصه حبايبي حتى يبقى الدجاج مشوي من فوق وجوا الصلصه راح يستوي والخضار والطعم مال الدجاج ينزل جوا 100%. هسه من ينصب يصبون. طبعا انا طريقتي مال اللي قلت لك اغطيه. نعم. ورا ما يستوي بنفس الحركه انه انا اشيله. اي نعم. واخلي بس مفتوح الفرن من فوق على مود تصير هاي الطبقه المقرمشه يعني. نعم. الجلد يقسم. هاي حلاوه الشعريه. عشت سهله وسريعه ولذيذه مع هذا. القهوه ورا الفطور رهيبه. ايش عندنا بعد وين نصبه؟ شوف انت تحب فقره الحلويات ورا الفطور؟ نعم. لازم يعني تحلي؟ نعم. شو تحلي اكثر شيء؟ يعني تاطلي زلابيه بقلاوه شنو؟ انا اكثر شيء احب ورا الفطور هو التمر. حلاوه التمر بالزبد نسويها طبعا بالبيت يسووها بالزبد. ويخلوا لها لو سمسم. لو يعني شيكورات صح؟ اي نعم. إيه؟ انا احب هاي يعني كلش احب. كلش طيبة. لان هاي شنو حلاوة طبيعية حبايبي. طبعا هذا تمن الباقي له اتمنى يطلع بال. وهذا الدجاج اشتغلناه وحلاوة الشعرية والشوربه والعصير. طبعا الختام ايدك والله مع الست زينب وان شاء الله نشوفكم على خير. طبعا شكرا لكم لمتابعتكم لحلقتنا اليوم. الصداقات الناجحه يكون اساسها الاخلاص والثقه. الصداقات الناجحه تخلي مجتمعنا متماسك اكثر ويحقق كل القيم الايجابيه اللي رب العالمين خلقنا من اجلها. تحياتي لكم مع السلامه. كونوا اوفياء حتى الغد. ليش تقولوا